السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم المسمن بالشحمه في الفران، اقتصادي وكيجينا ناجح 100% وكيجي روعه في المذاق. غندوزو ان شاء الله باش نتعرفوا على المقادير وحتى على طريقه التحضير. خديت قصريه ووضعت فيها كيلو ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو اللي سبق لي غربلتهم طبيعه الحال، خلطتهم مع بعضياتهم. درت واحد الحفيره في الوسط اللي غدا نوضع فيها شويه ديال الخميره المعجونه وشويه ديال الملحه، وغنبدا العجين ديالي بالمعادي ديال الروبيني حيت اصلا راه الجو سخون. نبقى نضيف الماء عفوا شويه بشويه وانا كنجمع العجين. بالنسبه للكميه ديال الدقيق يعني يمكن لكم ديروا اقل، بحال مثلا ديروا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض وكاس العنبه ديال الفينو. يعني الا بغيتوا ديروا هذه الكميه يعني ديروها، انا هنا كثرت شويه. من بعد ما جمعت العجين ديالي هذا نبدا ندير شويه ديال الماء وندلك العجين ديالي. ضروري لانني ندلكو واحد شويه يعني باش يجينا القوام ديال العجين الرطب. من بعد ما دلكت العجين ديالي واحد شويه وجمعته غادي نرشو بالقليل ديال زيت المائده ونغطيه ببلاستيكه ونخليه يرتاح على الاقل واحد ربع ساعه. من بعد ما ارتاح العجين انتما اخواتي كيولي على هذا الشكل، هذا يعني بحال لاستيك تماما العجين. بقدر ما دلكناه وخلينا ارتاح يعني بقدر ما كيعطينا الطوع في الخدمه. حطيت العجين ديالي على سطح العمل وغندوز باش نشكلو كويرات. بالنسبه لحجم الكويرات ديروا الحجم اللي انتما باغن. كيف ما شفتوا انا العجين هنايا عطاني 12 كويره، غادا ندير 4 ديال المسمنات كبار، يعني كل كويره كل مسمنه عفوا غندير فيها 3 ديال الكويرات. خديت الصينيه ورشيتها بالزيت وغادا نوضع فيها هاد الكويرات، نقصهم من فوق سطح العمل. ودابا غادا ندوز باش نوجد الحشوه. خديت اناء اللي غادا نوضع فيه 3 الحبات ديال البصله كبار كما شفتوا. درت البصله في الهاشوار يعني باش جاتني رقيقه على هذا الشكل هذا، يمكن ليكم تقطعوها بالسكين، ها هي خاصها تكون مقطعه رقيقه. كذلك بالنسبه للشحمه، الشحمه ديال الكلوه حتى هي درتها في الهاشوار يعني باش جاتني مقطعه رقيقه، دوزتهم في الهاشوار لا هي ولا البصله. وكذلك بالنسبه للفلفله عندي هنايا فلفله الوان يعني ما دايرهش الفلفله بزاف غير واحد شويه. وبالنسبه للتوابل يعني كلهم درت منهم شويه ما عدا التحميره اللي درت جوج معالق كبار ديال التحميره. والفلفله درت الملحه عفوا درت ملعقه صغيره ديال الملحه وضفت القليل ديال القزبر والمعدنوس. ودابا غادي نخلط بيدي مزيان مزيان، نخلط هاد المكونات حتى ينسجموا مع بعضياتهم. غادا نوضع هاد الاناء جانبا وغادا ناخذ الزلافه اللي عندي فيها الزيت وغندير فيها جوج معالق صغار عامرا ديال التحميره ونخلط مزيان. بالنسبه لهاد العمليه هادي غتعطينا غير اللون فقط للمسمن، يمكن ليكم ما تضيفوش التحميره. ودابا غادا ناخذ كل كويره نحاول نطلقها فوق سطح العمل.
ودابا من بعد ما طلقت هاد الكويره مزيان على سطح العمل، غادي نرشها بهاد الزيت وغادي ندير الحشوه. غنحاول نمشي الحشوه فوق العجين كله اللي انا طالقه، ومن بعد غنطويها على شكل مسمنه. هنا اخواتي تحذف لي داك المقطع من اللي كنت كنطويها، يعني عادي غطويوها على شكل مسمنه مربعه. وغناخذ الكويره واحده اخرى وغادي نحاول نطلقها فوق سطح العمل، ومن بعد ما غادي نطلقها غنرشها بالزيت ونوضع فيها المسمنه اللي سبق لي درت فيها الحشوه. يعني ما غنضيفش الحشوه لهاد المسمنه اللي لهاد الكويره اللي طلقت، غنرشها بالزيت على هذا الشكل هذا. وغناخذ هذيك المسمنه اللي درت فيها الحشوه ونوضعها في الوسط، وغنطوي كذلك على شكل مسمنه على هذا الشكل هذا. يعني غادي ندير ثلاثة الكويرات في مسمنه واحده، علاش؟ يعني باش حتى الحشوه ما غتخرج ليناش، وفي نفس الوقت كيجينا هذا المسمن كيجي مورق. وهذه الكويره الثالثه حتى هي غنطلقها فوق سطح العمل. يعني الطريقه جد سهله وجد واضحه. غادي نرشها بالزيت على هذا الشكل هذا، وغندير فيها هذيك المسمنه اللي دايره وحده في وحده، ونضعهم في الوسط وغنطوي كذلك على شكل مسمنه على هذا الشكل هذا. وغنطويها. يعني هذه هي العمليه اللي درتها للمسمنات بربعه. ثم اخواتي تبارك الله، يعني العجين كيدير فقاعات، يعني راه مدلوك ومرتاح في نفس الوقت. من بعد ما غادي نخليه يرتاح واحد شويه غنديرو في الطاوات. انتوما الاولى درتها في الطاوه، غنمشيها بالنسبه للفران. انا سبق لي شعلت الفران باش منين نديروا المسمنه ديالتنا في الفران يكون الفران سخون، ونديروها طيب على نار متوسطه. بالنسبه حتى ملي بغيو تضربوا على المسمنه، يعني على القياس اللي نتوما باغين، يعني بغيتوها رقيقه ولا غليظه. دابا غادا ندير هاد الاولى اللي ضربت عليها، غادا نديرها في الفران طيب على نار متوسطه. وبالنسبه للزوج الاخرين، المهم انا درت ربعه ديال المسمنات، هذيك الاولى راه كطيب في الران، وهاد الزوج درتهم في الطاوه غادي نضرب عليهم. بقى لي وحده حتى هي ملي غادي نحيد الطاوه الاولى غنديرها فيها. غنستمر بنفس العمليه ان شاء الله حتى تشوفوا الشكل النهائي. ملي غنحيد الطاوه نهبطها تحمر من الجهه الفوقانيه، حيت انا دايره كنطيب في الران ديال الغاز. غندير الطاوه هذه تطي من الفوق، وانتم اخواتي الشكل النهائي تبارك الله كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين. واحد الرائحه منهم جد جد رائعه، وتبارك الله يعني كيجيونا مقرمشين ومورقين. بالنسبه للمسمنه اللي حيدت الاولى من الفران، يعني راه ما صبروش عليها ولادي، عطيتها لهم وكملت معكم التصوار يعني بهاد الثلاثه اللي بقاو. انتم اخواتي شوف كيفاش كيجي تبارك الله، يعني كيجي جد رائع ومورق، وحتى المذاق كيجي بنين بزاف. كنتمنى بالله على انكم تجربوا الطريقه اللي درت معكم، وان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.